السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلابي الكرام، طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بتجدد لقائنا وحصة جديدة من حصص مادة علم النفس والاجتماع. خلاص جدولنا نزل، دقت ساعة العمل، يلا كلنا لازم نركز في الفترة دي. الفترة دي فترة مهمة جدا ان احنا نكون بنحل اسئلة كتير، بنكون بنركز في دروسنا. لو ناقصنا حاجة بنبدأ نفهمها ونذاكرها كويس علشان ان شاء الله بإذن الله نحقق اعلى الدرجات ونجيب ان شاء الله بإذن الله اعلى النمر اللي تساعدنا ان احنا ندخل ونحقق حلمنا ان شاء الله باذن الله اللي كل اللي بتتمنوه. اتمنى لكم النجاح والتوفيق ومن النهارده ان شاء الله باذن الله، ويمكن كمان من الاسبوع اللي فات واحنا شغالين مراجعات، وبعد كده هنستكمل. خلاص فاضل لنا 3 حصص بس، قلنا نعمل ريفريش على الوحدتين اللي احنا اخدناهم. في نفس الوقت لو حد كان مضيع جزئيه او مش فاهمها يقدر يفهمها معانا من حلنا للاسئله. عشان كده حتى نواتجنا ونواتج التعلم بتاعتنا واهدافنا اللي بنسعى نحققها هي على الدروس بتاعتنا كلها، بدءا من النظرية وحتى العمل الحر. خلونا نشوف مع بعض. النهاردة عندنا مجموعة من الأسئلة جديدة إن شاء الله بإذن الله ما استعرضناهاش قبل كده، نشوف إيه هي ونشوف بتتكلم عن إيه، ونشوف تاني ونرجع نأكد على أهمية إن أنا بقرأ العبارة من أول كلمة لآخر كلمة، وكمان نبص مع بعض على رأس السؤال ونفهم إزاي إن أنا أبقى عارفة إيه اللي جاي وإيه اللي أنا عايزه منه. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله نقدر في نهاية حصتنا نشوف إحنا فهمنا، ولو في أي أسئلة بنتظرها في الشات حبايبي. يلا بينا نقول أول سؤال، وده زي ما احنا بنبتدي دايما بالاختيار من متعدد. برضو بأكد عليك ان احنا صيغة الاختيار من متعدد عندنا بتكون درجة السؤال فيها شكلين، في أسئلة بدرجة واحدة وده بتكون في أول البوكلت، وبعد كده بيبقى عندي مجموعة من الأسئلة بتكون بدرجتين. ومن السنة اللي فاتت تم تنظيم البوكلت، فالأسئلة اللي بدرجة واحدة بتكون في جروب مع بعضها ورا بعضها، بعد كده بيشير إليك إن الأسئلة دي اختيار من متعدد ولكن بدرجتين. ودي نقطة مهمة عشان حضرتك برضو تبقى مركز وصاحي إن أنت وأنت بتحل السؤال إن أنت مش هتضيع درجة، لا ده أنت هتضيع درجتين، فلازم تكون مركز جدا في إجابة السؤال. أول سؤال معايا بيقول: يقول غاندي يجب أن أفتح كل نوافذ منزلي لكي تهب رياح كل الثقافات بشرط ألا تقتلعني من جذوري. تشير العبارة السابقة إلى إحدى المفاهيم الاجتماعية للثقافة، وهي وظيفة الثقافة، أشكال الثقافة، عناصر الثقافة، خصائص الثقافة. طيب احنا سؤال بسيط كده، فهم هو مستوى فهم بادئين بيه بنتكلم فيه. انا بقول لحضرتك يلا بينا نفتح النوافذ بتاعتنا. هو يقصد بالنوافذ بتاعتنا ان احنا ممكن حضرتك تتصفح ثقافات اخرى، ولكن مش لدرجة ان الثقافة الاخرى دي تخلي حضرتك تتخلى عن ثقافتك. زي ايه يا شباب؟ يعني ان في ناس دلوقتي بتتبع عادات وتقاليد دول معينة رغم ان هي تنافي ديننا، تنافي عاداتنا، تنافي تقاليدنا. هل هو احتفظ بثقافته؟ لا، ده استحدث عليها ثقافة اخرى مخالفة لعاداته وتقاليده ولثقافته، واصبح بلا هوية، بلا ثقافة. طيب هنا يا ترى هو ده ايه؟ ده انهي جزئية اللي احنا بنتكلم عليها؟ دي وظيفة الثقافة. وظيفة الثقافة انها بتكسب الانسان طرق العيش في المجتمع، ازاي ان احنا نتعرف على عادات وتقاليد المجتمع عشان نتأقلم معاه ونتكيف معاه. فانا كده بعزل نفسي، وهي كمان بتتميز او بتتخصص بانها متنوعة المضمون ونسبية. سؤال تاني يقول بيكاسو: ارسم الاشياء كما اتصورها وليس كما اراها، انا بتخيلها في شكل معين ولكن مش زي ما انا قاعد وشايفها وهي قدام عيني. بص بقى للسؤال، خلي بالك، يعارض القول السابق علاقة علم الاجتماع بعلم الفلسفة، التاريخ، الانثروبولوجيا، الاقتصاد. خلي بالك ان رأس السؤال وديتني في حتة تانية بعيدة خالص، يعني انا كنت ماشي في اتجاه وبعدين قال لك ايه ده يخالف، ده يعارض. عشان كده بقول لك لازم تقرا رأس السؤال بدقه. كلمه زي دي خلتني اروح تفكيري، انهي علم اللي بينزل ارض الواقع؟ انهي علم اللي بيكتب وبيرصد الاشياء زي ما الباحث بيشوفها؟
طب ليه انا بسأل كده؟ لان فوق بيقول لي انا بتصور الشيء ولكن ماليش دعوه هو شكله ايه في الواقع. فطبعا ده عكس اللي انا ايه كنت لسه بقوله لك. ده علم مين؟ برافو عليك، ده علم الانثر بيولوجيا. ليه؟ لان زي ما احنا درسنا مع بعض ان عالم الانثر بيولوجيا بينزل لارض الواقع، بيعيش وسط الانسان وعاداته وتقاليده، بيبتدي يرصد كل ده، بيهتم بدراسة المجتمعات والإنسان البدائي، بيهتم بالمجتمعات الصغيرة. كل ده عكس مين؟ عكس علم الاجتماع اللي بيهتم بالمجتمعات الكبيرة، بيهتم بالحسابات والبيانات أكتر من اهتمامه بكمية المعلومات اللي بيجيبها أو طريقتها. فده بيختلف عن ده. سؤال رقم 3، يقول المدرب هيثم ممدوح: إذ لم تخلق للبقاء فاصنع لنفسك أثرا طيبا يبقى من بعدك ولو بالكلمة الطيبة. تجسد المقولة السابقة إحدى أنواع المشاركة في العمل التطوعي، وهي المادية، المعنوية، التنظيمية، العضوية. طب إحنا أخدنا يا ولاد أنواع المشاركة في العمل. خدنا المشاركة المادية، هي إن أنا بتبرع بجزء من مالي، تمام، لمساعدة الآخرين برغبتي وبإرادتي. الجزء العضوي إن أنا بشارك بوقتي وبجهدي في عمل تطوعي أو عمل خيري. والجانب المعنوي إن أنا بدعم سواء بقى جمعيات أو أشخاص بيقوموا بعمل تطوعي، سواء بالكلمة الطيبة، سواء بالتحفيز أو التعريف بيهم في المحافل العلمية أو المحافل المختلفة. طب هنا بيقول لك إيه؟ إحنا مش مخلوقين بس عشان نقعد، حتى لو أنت مش هتعيش العمر كله هيتبقى منك إيه؟ أثرك الطيب، كلمة طيبة، كلمة طيبة، كلمة، يبقى ناحية معنوية، يبقى الإجابة الصحيحة عندي هنا الجانب المعنوي. سؤال رقم 4، تمركز القوة والثروة في أيدي فئة محددة من الشركات الكبرى والتي قبضت بدورها على منافسيها من الشركات الصغرى. تتعارض العبارة السابقة مع فكرة ديفيدسون، بلو، روزريون، طاغور. إيه رأيكم يا شباب؟ تفتكروا هنا أنا بتكلم عن العمل الحر. طب العمل الحر انا عندي ديفيدسون وبلوم، طيب اني واحد فيهم اللي كان بيتكلم عن الجانب الاستثماري والقوه والثروه؟ وبيقول لك هنا ان لا، ده احنا لما كانت الشركات الكبيره دلوقتي قتلت منافسيها الصغار، هي هنا عملت ايه؟ دي عرضت فكره العمل الحر. ده مين؟ ده بلوم. يقول جوفيسون: لا تجعل أبدا عدم الخبرة يقف في طريق الطموح. تعكس العبارة إحدى شروط الأداء الجيد للعمل الحر، وهي حساب التكلفة، الموائمة والتجانس، التخطيط الاستراتيجي، الشفافية والمحاسبة. إيه هي من شروط العمل الحر؟ برافو عليك، لا تجعل أبدا عدم الخبرة. ما عنديش خبرة، حساب تكلفة؟ لا، شفافية ومحاسبة، موائمة، تخطيط استراتيجي. برافو عليك، هي تخطيط استراتيجي. انت ما عندكش خبرة، خطط، اعمل دراسة جدوى، حط برامج، طور من نفسك عشان تقدر تطور من عملك. سؤال رقم 6، من خصائص الأسرة الممتدة السلطة الأبوية كأسلوب التنشئة، كأسلوب التنشئة. فالنزعة المحافظة عند كبار السن والخوف من التغيير من المخاطر التي كانوا يخشونها قديما. نستخلص من المثال السابق إحدى خصائص الثقافة، وهي أسلوب حياة متنوعة مكتسبة إنسانية. يا ترى أنهي واحدة؟ بيقول لك إن الأسرة الممتدة أو السلطة الأبوية هي مالها؟ كأسلوب التنشئة، فالنزعة المحافظة عند كبار السن والخوف من التغيير من المخاطر اللي كانوا يخشونها قديما، لأنهم مالها؟ برافو عليك، متنوعة، اختلفت من زمان عن دلوقتي. احنا دلوقتي ممكن بقى شكل التربية بتاعتنا، أسلوب التنشئة اختلف عن أسلوب زمان. انتوا لما تيجوا تربوا أولادكم أسلوبكم هيختلف عن
اسلوبنا، فبنقول ان لا ده التنشئه الاجتماعيه مختلفه ومتنوعه. سؤال رقم 7، يقول مارك توين سر النجاح والتقدم في العمل هو ان تبدا العمل. ابتدي، يلا اشتغل، اشتغل على نفسك. يكشف القول السابق عن احدى مزايا العمل الحر، وهي على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، خد قول مارك وخده كحكمه في حياتك، ان انت دلوقتي خلاص انت لازم بقى تبتدي، جدولنا نزل ونستعد للامتحانات، يبقى عشان انا عايزه انجح لازم ابتدي العمل واتقدم فيه علشان اوصل للايه؟ للنجاح. البدائل بتاعتنا: تنفيذ حلمه، ينظم وقته، ايجاد المتعه، العمل مع الاخرين. لما احنا درسنا العمل الحر يا اولاد، بعد ما شرحنا يعني ايه عمل حر وبيئه العمل الحر ومتطلباته، ابتدينا نتكلم ايه هي مزايا العمل الحر بقى. فمن ضمن المزايا قلنا ان احنا بننفذ حلمنا، يعني انا ابتدي بالعمل بتاعي، والعمل بتاعي ده بيحقق الحلم اللي انا قاعد احلم بيه. انا قاعد احلم ان اكون مهندس مثلا، فعملت المكتب بتاعي، طبيب اسنان فعمال احلم بالعياده بتاعتي. يا سيدي انت بتحلم ان انت تكون معلم، بتحلم ان انت تكون محامي، بتحلم ان انت تكون فوتوغرافر، بلوجر، الحاجات اللي انتوا طبعا دلوقتي بتفكروا فيها. بينظم وقته، ما احنا خدناها، انا بقدر انظم وقتي، انا صاحب المحل، افتح براحتي، ما افتحش النهارده، اقفل الساعه 2، اقفل الساعه 12، اقفل في اي وقت انا عايزه. ايجاد المتعه، انا طبعا مبسوط جدا ومستمتع، ليه؟ بعمل حاجه بحبها، ده العمل اللي انا بحبه، العمل مع الاخرين، او العمل ويز الاخرين، العمل مع الاخرين ده بيساعدني ان انا اشتغل مع ناس جديده، افتح صفحات جديده، اتعرف على صداقات جديده. طب هنا العباره بتاعتي بتدور حوالين ايه؟ بتدور حوالين تنفيذ حلمك، لانه قال لك هو ان تبدا العمل، ابدا بقى، نفذ بقى. سؤال رقم 8، تقول حكمه صينيه: الزبائن هم الاحجار الكريمه، والبضائع هي مجرد عشب اخضر. بص بقى يا سيدي، الجوهره اللي جايه لك هي الزبون، اما البضاعه اللي عندك مش تقول ده انا عندي شويه بضاعه بقى ايه احلى حاجه في الدنيا، لا ده شويه عشب اخضر، لو ما جاش وقف عليهم زبون واشتراهم هتبوظ. جايب النهارده طماطم من السوق رائعه وجميله جدا، وفرشت فرشتك بشكل حلو، ما جالكش ولا زبون، تاني يوم الطماطم بقت صحتها تعبانه شويه، شويه في شويه باظت اللي كانت جميله جدا. ليه؟ لان اللي هيشتريها ما جاش. فمين هنا اللي ليه قيمه بقى بالنسبه للعمل الحر؟ بيقول لك يعبر القول السابق عن احد متطلبات العمل الحر، وهو مسائل التمويل، تحديد الاولويه، تحديد السوق، طاقم العمل. طبعا انتوا عرفتوها، هي تحديد السوق، لان يعني تحديد السوق بتتضمن ان انا بحدد ايه الحاجه اللي هقدر ابيعها عشان احدد بناء عليها العملاء بتوعي، واكتسب ثقتهم عشان يفضلوا يروحوا وييجوا. سؤال رقم 9، قدم احد الشباب مشروع خاص لاحد المستثمرين، وبعد الاطلاع عليه جيدا قال المستثمر إن المشروع مميز، ولكن كيف أضمن جودة المنتج المقدم حتى لا أخسر أموالي؟ يعكس المثال افتقاد المشروع لأحد آليات التخطيط الجيد للعمل الحر، وهو خلي بالك، شفت رأس السؤال وديتك فين؟ ده الكلام اللي احنا بنحكيه فوق دوت بيفتقد حاجة من متطلبات العمل الحر. إيه هي؟ إدارة التمويل، التنظيم والإدارة، تحديد السوق، طاقم العمل. يا ترى بيفتقد إيه؟ تعالوا نقرا تاني. قدم أحد الشباب مشروع خاص لأحد المستثمرين، زي شفتوا كده البرنامج اللي جاي، بيجي مجموعة من المستثمرين وبيجي حد عنده مشروع أو فكرة مشروع أو عامل منتج، وجاي عشان هم يساعدوه ويدوه له تمويل. فبيقعد وبيعرض مشروعه وبيقول لهم والله يا جماعة أنا عندي مشروع 1 2 3، وهعمل فيه كذا، مثلا بعمل منتج للعناية بالبشرة، عامل بأبليكيشن مثلا توصيل، ده فهم يبدأوا يسألوا مجموعة من الأسئلة. فواحد بقى قال له ايه، طب انا ماشي، انا هو حلو، بس قول لي بقى ايه اللي يضمن ان المنتج بتاعك ما يخسرنيش فلوسي.
هتقول لي والله ده انا عندي خطة تسويقية، ده انا عامل كذا، ده انا مسوي كذا. يبقى انا انت مجهز وعامل ايه؟ التنظيم والإدارة. عامل ايه؟ برافو عليك، تنظيم وإدارة. سؤال رقم 10، قام بعض الطلاب الموهوبين في الرسم بتزيين جدران الحوائط والمباني في مقر إقامتهم برسومات تعبر عن ثقافة المجتمع. يلخص المثال السابق إحدى نماذج العمل التطوعي في المجتمع، وهو المحلي، المدرسي، الأكاديمي، الإقليمي. قام بعض الطلاب المهمين في الرسم لتزيين جدران الحوائط والمباني فين؟ في مقر إقامتهم برسومات تعبر عن ثقافة المجتمع. طبعا انت شفت الطلاب الموهوبين، جريت على مين؟ على المدرسي. بس هي الإجابة خطأ، مش مدرسي. ليه؟ لأن قلت لك هم قاموا بالعمل ده بره جدران المدرسة، ده قاموا بيه في مكان سكنهم، في مكان إقامتهم. خلي بالك أنا قلت لك وحذرتك مرة واتنين وتلاتة، ما تمسكش السؤال من أوله فقط أو من آخره فقط، أو تاخد منه كلمة واحدة وخلاص. لا، السؤال لازم يتاخد من أول كلمة لآخر كلمة. يقول إدوارد ديمينج أحد أبرز رجال الأعمال: الشركة التي تتعرض أحيانا للخسارة بسبب بذل بعض الأشخاص لأفضل وأخلص الجهود، ولكن في الاتجاه الخاطئ. توضح العبارة إهمال الشركة أحد متطلبات العمل الحر، وهو حساب التكلفة، الموائمة والتجانس، طاقم العمل، الشفافية والمحاسبة. إيه رأيكم؟ هو هنا افتقد إيه؟ أنت مشغل ناس، والناس دي شاطرة، والناس دي مخلصة، وبتشتغل من الصبح للساعة 12 وبتبذل أقصى جهد، بس إحنا بنخسر. ليه؟ أصل مجهودهم ماشي في اتجاه غلط، بيعملوا الحاجة مش صح. يعني إيه؟ يعني إحنا المفروض كنا نمشي يمين، بس هم ماشيين شمال، على الرغم إن هم بيبذلوا مجهود وهم مخلصين، أما الناس ما بتعملش، يعني مش بتضرني، ولكن عملهم ليس ملائم للإيه؟ للمطلوب. لأن هنا طاقم العمل، الشفافية والمحاسبة، وطاقم العمل الذي تم اختياره ماله غير صحيح. يعرفه هومند، طبعا الشفافية والمحاسبة، عشان انا ما بحاسبتش نفسي، سايب الناس تشتغل وانا عمال اخسر، فاكر ان انا كده بوصل لاقصى حاجة. يعرفه هومند بانها النشاط والتفاعل والمعايير والعواطف التي تنشأ عما هو اجتماعي. هو يركز على أشكال السلوك الاجتماعي التي تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات. نستنتج من التعريف السابق علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد، التاريخ، النفس، الانثروبولوجي. تفتكروا أنه واحد اللي بيهتم بالنشاط والتفاعل والمعايير والعواطف، أو دي حاجات نفسية جوه الإنسان اللي تنشأ عما هو اجتماعي؟ أه أكيد، ما احنا مش هنحب نفسنا، احنا بنحب كمان الآخرين. بيركز على أشكال السلوك الاجتماعي التي تختلف باختلاف المجتمع، ما هو ده الثمرة. علم النفس الاجتماعي يبقى بيرتبط بمين؟ نتيجة عن ارتباط علم الاجتماع بعلم النفس. يقول مارتن لوثر كينج: إن لم تكن قادرا على الطيران اركض، إن لم تكن قادرا على الركض امشي، إن لم تكن قادرا على المشي ازحف، ولكن مهما يكن ما تقوم به عليك أن تواصل التقدم. يعكس القول السابق إحدى العمليات الاجتماعية، وهو التكيف، الصراع، التعاون، التنافس. تاني، يقول مارتن لوثر كينج: إن لم تكن قادرا على الطيران اركض، مش قادر تطير اجري، وإن لم تكن قادرا على الركض امشي، وإن لم تكن قادرا على المشي ازحف، ولكن مهما يكن ما تقوم به عليك أن تواصل التقدم. لازم تتقدم، لازم تطلع لقدام، تبدأي تكيف، ولا صراع، ولا تعاون، ولا تنافس. إيه رأيكم يا شباب؟ ترى أنهي الإجابة الصحيحة؟ برافو عليكم، ده تنافس. ليه؟ أنا بتنافس، مش شرط أتنافس مع ده، بتنافس مع نفسي. يلا انت قادر،
انت هتعمل، هتوصل. انا ما بقولكش انت اتعاون مع الاخر او اشتغل مع الاخر فيبقى تعاون، ما بقولكش اتخانق مع الاخر، ما بقولكش ظبط امورك عشان تقدر تعيش في البيئة فيبقى تكيف، لان احنا قلنا ان التكيف هو عملية توافق ما بين الانسان وما بين بيئته، وقلنا ان هو بنحتاجه جدا عشان نتوافق مع البيئة المحيطة بينا، او اذا انتقلنا من ثقافة الى اخرى. زي يا ولاد لما احنا نسافر بره مصر مثلا، ومسافرين سواء بقى رحلة، مسافرين ان شاء الله باذن الله مثلا عمل او حاجة، فحضراتكم بقى بتروح بيئة جديدة بثقافة جديدة بناس جديدة بلغة جديدة، فلازم تتكيف معاها. لما تكيفتش مش هقدر اعيش، مش هقدر اوصل. دي فكرة التكيف. الصراع تناحر، تناحر من اجل البقاء. الصراع عملية سلبية هدامة. الصراع بيجي نتيجة أسباب اقتصادية، اجتماعية، اقتصادية، كل دي حاجات بتؤثر في المجتمع بالناحية السلبية. طب التعاون، التعاون ده جميل جدا، والتعاون أعم من التنافس، لأن التنافس بينتج عن التعاون. إحنا لما بنبتدي نتعاون كمجموعة مع بعض وبنسعى لهدف واحد، بيخرج مننا حتة التنافس. طب يلا بقى يا جماعة، احنا بما اننا مجموعة واحدة وانا عليا الدور كذا، انا هعمل لكم بقى احلى حاجة. زي هديك مثال بسيط جدا، مجموعة من الامهات اتفقوا ان هم يعملوا اكل وحفلة كده ونفطر كلنا مع بعض في رمضان، صوم طيبين. فكل ام، احنا بنتعاون اهو، كل واحدة هيجيب حاجة، كل ام واقفة في المطبخ بتعمل احلى ما عندها، اجمل ما عندها، بتبذل اقصى طاقة عشان تطلع حاجتها احلى حاجة. احنا هدفنا واحد، ان احنا نفطر مع بعض ونتجمع ونضحك وننبسط. ولكن جوه التعاون ظهر التنافس. ليه؟ انا بقى مستنيه دي تقول لي دي اكلك حلو، ودي تقول لي دي اكلك حلو، ودي. فكل واحد فينا التنافس انه يظهر اجمل ما فيه. سؤال رقم 14، العمليه التي يتم من خلالها الحصول على نتائج عظيمه بمجهود اقل. حلو قوي، مجهودك اقل ولكن نتيجه رائعه. ينطبق القول السابق على إحدى العمليات الاجتماعية، وهي التعاون، التكيف، الصراع، التنافس. تفتكروا أني واحدة فيهم؟ ده أنا لسه بقول لك أهو، هنوزع جهودنا، يعني مش هقوم بيه لوحدي؟ لأ. أنا وحد تاني؟ فالمجهود هيبقى أقل ولكن النتيجة هتبقى عظيمة لأن فيها تشارك وتعاون. برافو عليك. سؤال رقم 15، قد يكون التعاون بدون استراتيجية هدر للطاقة. تكشف المقولة السابقة عن أحد أهميات التعاون الاجتماعي بالنسبة للفرد، المجتمع، الجماعة، الأشخاص. بقول لحضرتك، إحنا بنعملين تعاون، ولكن التعاون ده بدون فكر، بدون استراتيجية، فيصبح إيه؟ هدر لطاقتك. يصبح هدر لطاقتي أنا، يبقى عايد على المجتمع، لأن المجتمع هو اللي بيحط الاستراتيجيات ويحط الخطط. قامت جماعة الاقتصاد المنزلي في إحدى المدارس بعمل بعض المعجنات ورقائق البسكويت، وتبرعوا بها لدور رعاية الأطفال. يجسد المثال السابق أحد أنواع المشاركة في العمل التطوعي، وهو المشاركة المالية، العضوية، المعنوية، الإدراكية. إيه رأيكم؟ ده احنا عملنا ايه؟ ده احنا وقفنا كده في حصة الاقتصاد وعملنا مجموعة من البسكويت وكوكيز وبتاع، ابتدينا نروح دور الأيتام نوزع عليهم عشان ياكلوا حاجات حلوة يبقوا مبسوطين. طب أنا عملت مشاركة بإيه؟ أنا شاركت بفلوس؟ لأ. قلت لهم برافو وخلاص وسكت؟ لأ. أمال عملت إيه؟ ده أنا شاركت بجهدي ووقتي، هي مشاركة عضوية. سؤال رقم 17، من الأمثال الصينية حادق، حلو، مر، لاذع، لكل منه أحد يتذوقه. يجسد المثال السابق أو المثل السابق أحد متطلبات الأداء الجيد، وهو الموائمة والتجانس، حساب التكلفة، تحديد الأولويات، الشفافية والمحاسبة. إيه رأيكم يا شباب؟ ده مثل صيني بيقول لك إيه؟ حادق، حلو، مر، لاذع، لكل منه أحد يتذوقه. تفتكروا هنا ده إيه؟ برافو عليكم، ده سامعكم، موائمة. ده أنا لازم بعمل موائمة داخل العمل بتاعي،
عندي قسم للأطفال في المحل وقسم للكبار وقسم للرجال وقسم للنساء عشان أقدر أجذب أكبر عدد ممكن من، برافو عليك، الناس اللي بتشتري، العملاء. فكل واحد جاي ليه ذوقه. ممكن انت بتشتري حاجة تقولي مش عارف بيلبسوا الحاجة دي ازاي، وبييجوا ياخدوه مثلا مناطيل مقطعة مثلا، انت مش ذوقك ان انت تلبسها، لكن في حد تاني بيلبسها. اه واحد تاني يقول يا البناطيل الضيقة دي انا مش بحبها، بس في غيره بيجي يشتريها ويبحث عنها. صورة رقم 18، يقول مانديلا: الرؤية من دون تنفيذ مجرد حلم، والتنفيذ من دون رؤية يمكن أن يغير العالم. يجسد القول السابق أحد متطلبات العمل الحر، وهو حساب التكلفة، الموائمة والتجانس، طاقم العمل، التخطيط الاستراتيجي. إيه رأيك يا شباب؟ الرؤية من دون تنفيذ مجرد حلم. أه مش مجرد إن أنا عمال كده أحلم وأقول ياه وهبقى دكتور وهبقى معرفش فوتوغرافر وهبقى سيدة أعمال وهبقى محامي وأقف أقول وعيد وزيد، هبقى ممثل، هبقى عايزينك تبقى، بس من غير تنفيذ. طب تنفيذ من غير رؤية، أنا ممكن ما أقعدش أحلم، ولكن أنا بنفذ، أنا بعمل على طول، ده ممكن يغير العالم. يبقى ده إيه يا ولاد؟ ده تخطيط استراتيجي. إن عالم الاجتماع يقوم بالفهم الشمولي للعمليات الاجتماعية المتكررة بالمجتمع، وتحليل القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية العسكرية التي لعبت دورا بارزا في تشكيل الواقع الاجتماعي في فترة زمنية معينة، وكيف نتج عن ذلك ظهور بعض الظواهر والمشكلات الاجتماعية. يلخص القول السابق العلاقة بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد، التاريخ، السياسة، الانثروبولوجي. طيب خلونا نقراها تاني عشان عبارة، أنا عارفة إن هي كبيرة، ونفهم قطعة قطعة. إن عالم الاجتماع يقوم بالفهم الشمولي، بالفهم عام للعمليات الاجتماعية المتكررة اللي بتتكرر حدوثها، وتحليل القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية. طيب بنحللها. التي لعبت دورا بارزا في تشكيل الواقع الاجتماعي. لعبت دور في تشكيل واقعنا الاجتماعي في فترة زمنية معينة، وكيف نتج عن ذلك ظهور بعض الظواهر والمشكلات الاجتماعية. حلوة. مين بقى؟ مين اللي بيقول لك خلال فترة زمنية وبيقول لك تكرار وبيشوف الأسباب؟ هو فعلا علم التاريخ. اوعى تروح تختار السياسة. انا شايفة ناس قالت ايه ده السياسة فوق، سياسة عسكرية وتحليل قوة، يلا نجري على السياسة. اقول لك لا، اكيد انا مش فاهم لك الإجابة فوق والبدائل تحت نفس الحاجة. دي حاجة. تاني حاجة، هو قال لك فوق بتهتم بالعمليات الاجتماعية المتكررة. طب مين؟ اه ده علم الاجتماع. طب بيقابلوا مين بقى اللي مش فرض بس ان هي متكررة، ولكن بيحلل الواقع، بيشوف المشكلات اللي نتج عنها، ده علم التاريخ. سؤال رقم 20، صندوق السعادة. أسلوب تربوي يستخدمه بعض المعلمين لغرس قيمة الوفاء بين الطلاب، حيث يضع الطالب جزءا من مصروفه ايش ناقصه فيه، ويتم فتح الصندوق في مناسبة عيد الأسرة كل عام لشراء الهدايا وتقديمها لمؤسسات كبار السن. يمثل الموقف السابق أحد أساليب المشاركة الاجتماعية، وهو المشاركة المعنوية المالية الافتراضية العضوية. طبعا حاجة جميلة جدا، فكرة رائعة، أسلوب محترم جدا، إن إحنا سواء بقى معلمين، سواء إحنا كآباء أو أمهات في بيوتنا، فيها إما نعمل للولاد حصالة أو صندوق صغير، وكل مرة أو كل شهر أو كل أسبوع بيحط فيه جزء من إيه؟ من مصروف. وفي وقت معين احنا بنختاره، مثلا ايام مفترضه زي دي، دخلت رمضان مثلا، الناس بتبقى محتاجه وعندها احتياجات وعندها محتاجه ان هي تجيب طعام ومحتاجه ان هي تجيب حاجات، فتره عيد محتاجين يجيبوا لبس وهدوم وحاجات علشان اولادهم ويعيدوا، ونروح احنا بقى واخدين اللي احنا حوشناه دوت ونساعد الناس دي بيه. فده هنا انا
عملت جزء من مصروفي فهي مشاركة مالي. دلوقتي راجعنا حوالي 20 سؤال اختيار من متعدد على الدروس اللي احنا خدناها. يلا بقى نشوف مع بعض صيغة الأسئلة المقالية ونشوف هنجاوب عليها ازاي ان شاء الله بإذن الله. يلا خلونا نبدأ مع بعض. أول سؤال، أجب عما يأتي: تم الإعلان عن مبادرة طلابية لتزيين قاعات والممرات ورسم الجدريات في مجتمعهم التربوي، يعكس الموقف السابق أحد نماذج العمل التطوعي في المجتمع، اكشف عنه مدعما إجابتك بمثال من عندك. تم الإعلان عن مبادرة طلابية لتزيين القاعات والممرات ورسم الجداريات في مجتمعهم التربوي، يعكس الموقف السابق أحد نماذج العمل التطوعي في المجتمع، اكشف عنه مدعما إجابتك بمثال من عندك. يلا نشوف أنهي نموذج دوت. تزينوا القاعات بتاعت الممرات، يبقى عمل داخل المدرسة. المثال: تنظيف المدرسة، تزيينها، مساعدة الزملاء، كل ده عمل داخل تطوعي داخل المدرسة. سؤال تاني: عندما تنشأ علاقة عمل بين صاحب الشركات وأحد العملاء، توجب عليه تقديم معلومات صحيحة وكافية تلبي توقعات ذلك العميل حول نتائج أعماله، كتقديم شركة الديكور لسعر محدد وموعد محدد لتسليم الوحدة لصاحبه. يوضح ما سبق أحد متطلبات العمل الحر بين. يا ترى أنهي؟ أنا مش طالب منك مثال، ده يا مصطفى فاهم، طالب منك إنك تحدد لي أنهي متطلب. أنا بقول لك إن أنت، أنا رايح مثلا أعمل أشطب شقة، أعمل ديكور، فمطلوب من حضرتك إنك تساعدني وتديني عرض سعر وتقول لي الوحدة فيها كذا، وما تروحش بقى تخلب ده عشان ما أفقدش الثقة فيك وما أجيلكش تاني، لأن دي اسمها الشفافية والمحاسبة. السؤال رقم 3: يقوم أصحاب الشركات بوضع نظام متكامل لمساعدتهم على تحقيق المسار الذي تم اختياره والاستفادة من الفرص المحيطة بهم ومواجهة القيود والتهديدات والمخاطر التي يتعرضون لها لتحقيق أهدافهم. استنتج مما سبق أحد متطلبات العمل الحر. يلا ده احنا عملنا ايه؟ وضعنا نظام، وانا ما قلت النظام، وبقول لك نظام متكامل وبختاره عشان استفيد واواجه اي مشكله تواجهني واحقق اهدافي وانجح الشركه واحط برامج واحط ده يبقى تخطيط استراتيجي. السؤال رقم 4: بظهور موضه جديده في الملابس او قصات الشعر جديده او طريقه لاعداد الطعام لم يعرفها الناس من قبل، او ظهور قيم اجتماعية جديدة نتيجة لتغير النظام الاجتماعي، يعكس ما سبق أحد عناصر الثقافة، اكشف عنه مطبقا بمثال من عندك. طيب بيقول لحضرتك إن ظهور، أن ظهور موضوع موضة جديدة في الملابس أو قصات الشعر ده أحد عناصر الثقافة، يبقى حاجة جديدة ومستحدثة علينا تبقى مين؟ المتغيرات البديلة. زي ظهور مين؟ ظهور برامج الذكاء الاصطناعي. دلوقتي حضراتكم بتغيروا أسواقكم وتغيروا الفلاتر بتاعت اللي بتغير الشكل الواحد، وممكن تغني بصوت مغني تاني، او ده كل دي حاجات مستحدثه لسه ما اصبحتش فين جزء من خصوصيات او عموميات المجتمع. سؤال رقم 5: يؤكد علماء الاجتماع ان الظاهره الاجتماعيه تخالف طبيعه الانسان النفسي والحيوي والاجتماعي، فللإنسان ثلاث طبائع: نفسي وحيوي واجتماعي. يجسد الرأي السابق إحدى خصائص الظاهرة الاجتماعية حددها مدعما إجابتك بمثال. طب أنتوا فاكرين إيه هي خصائص الظاهرة الاجتماعية؟ ما تيجوا نراجعها مع بعض بسرعة كده. أول حاجة، إحنا قلنا إن الظاهرة الاجتماعية هي كل ضرب من السلوك ثابتا كان أو غير ثابتا بيباشر نوع من الإلزام على مين؟ على الأفراد، بيلزمك بيه. طيب قلنا ان هي بتتميز بالتلقائية لانها بتنتج عن العقل الجمعي. حلو قوي. طيب ايه كمان؟ بقول لحضرتك كمان ان هي تلقائية وان هي بتنتج عن العقل الجمعي،
وان هي مالها دي كمان بتساعد مين؟ الانسان على التمسك بمجتمعه وبعاداته وتقاليده. طيب قلنا ان هي شيئيه خارجه عن ذواتها، لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفنائه، تتميز بالعموميه والانتشار لان بتميز بها جميع افراد المجتمع. قلنا كمان انها تاريخيه لانها بتمثل فتره في حياه الفرد والمجتمع. وقلنا يا جماعه ان تاريخيه بتختلف عن نسبيه. التاريخيه لما بتكلم عن عاده او عن حاجه موجوده في مجتمع ما قارنتوش بمجتمع اخر. النسبيه هي لما قارن ما بين مكانين مختلفين او زمانين مختلفين، هنا تبقى نسبيه. وقلنا كمان انها ترابطيه لانها بتترابط مع بعضها البعض وبتساعد البعض، زي مستوى المعيشه او تطور الاسره او ارتفاعها او مستوى الدخل، كل دي كانت من ضمن خصائص الظاهره الاجتماعيه. طب يلا نرجع لسؤالنا تاني ونشوف انهي خاصيه. يؤكد علماء الاجتماع ان النظريه الاجتماعيه تخالف طبيعه الانسان النفسيه الحيويه والاجتماعيه، فالانسان ثلاثه طبائع، نفسي وحيوي واجتماعي. طبعا في بينها طبعا الجبر والالزام، انها بتلزم الانسان زي ما قلت لك في الاول ان هو ينفذها. هنا هي شيئيه ليه؟ لانها مش جايه من جواه. انا قلت لك لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفنائه، يعني اقصد بيها ان هي حاله تراث، انت بتيجي تلاقيه وبتموت وغيرك بيلاقيه، انت ما بتاخدهاش معاك وما بتجيبهاش معاك. فين؟ لانها ايه؟ لانها شيئيه خارجه عن ذواتنا، لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفنائه. كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية حصتنا ونهاية اسئلتنا، بس مستمرين معاك وان شاء الله في حصصنا، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم، نتمنى لكم السعادة ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. ياريت نذاكر، واي جزئية واقفين فيه او حاسين ان هي صعبة عليكم هنتظر اسئلتكم في الشات، او تكتبوا لي بس عناوين الجزئيات وانا هعيدها تاني، سواء واحنا بنعمل عليها اسئله، لان كان في ناس طلبت العمل الحر، عشان كده انا كنت حاطه النهارده عليه اسئله كتير عشان اشمل الدرس كله. فانا في انتظار برضو اسئلتكم، في انتظار اي جزئيه انتم مش فاهمينها وانا هعيدها لكم تاني. كنت معاكم دكتوره شيماء فهمي، اتمنى لكم النجاح والتوفيق، وجزيل الشكر ليكم وجزيل الشكر للاداره العامه للمحتوى التعليمي. دمتم بالف خير وصحه وسلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.